رفع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بمزيد من النماء في ظل قيادة جلالة الملك المفدى. بهذه المناسبة أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك لتجنب ارتفاع الحالات كما حدث بعد عيد الفطر، منوها بأن مواصلة الالتزام بعزم بكافة التعليمات والضوابط المعلنة من الجهات الرسمية يسهم في دعم ما قامت به البحرين من جهود قطعت بها شوطا كبيرا في التصدي لهذا الفيروس والحد من آثاره على الحياة العامة وفق أسس مدروسة. قال معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أن التزام الفرد بدوره المسؤول تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه هو الطريق الصحيح والمكمل لكافة الجهود لتجاوز هذه الجائحة. ندعو الأسر البحرينية الكريمة وجميع المقيمين إلى الامتناع عن التجمعات العائلية خارج إطار المنزل الواحد واتخاذ التدابير الوقائية حتى في إطار المنزل الواحد، خصوصا لكبار السن ومن يعانون من أمراض وظروف صحية كامنة، وتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وأهمية ارتداء الكمامات عند مقابلة هؤلاء الأشخاص أو عند الخروج من المنزل للضرورة. ونوهم عليه بالجهود الوطنية المخلصة المقدمة من قبل الطواقم الطبية والصحية وبمستوى التعاون والتنسيق المشترك والجهد المبذول بين مختلف الجهات المعنية بالبحرين. أكد معاليه على الإسهابات البارزة التي يبذلها الطاقم الطبي لمواجهة تحدي فيروس كورونا، فالكادر الصحي البحريني أثبت أنه قادر على التعامل مع مختلف التحديات، لذا فإن من واجب المجتمع التحلي بالانضباط العام والمسؤول تجاه الوضع للمساهمة في تخطي هذه المرحلة وتحقيق صحة وسلامة الجميع، حيث تمثل مسؤولية تشاركية بين كافة أفراد المجتمع.